حلم الرياضي والحكم رح يكمل اقل شيء ست مباريات. هيدي بطولة لبنان لكرة السلة اللبنانية، هيدي البطولة الحلم. السريع عم تتعادل 2-2، الحماس عم يزيد بشكل كبير جدا ببطولة لبنان بالفينال بدور ببيروت. المباراة هون رح تنتهي اذا بنتيجة 69-61 بوقت عم نشوف بعض الاشكالات بارض الملعب. الامور بتهدى بشكل سريع والنتيجه النهائيه 69-61. اوه ما بعرف شو عم بيصير، ما بعرف شو عم بيصير بارض الملعب بهالوقت. اختلط الحابل بالنابل بهالوقت. لا 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 يا شباب، لا يا شباب، مش مقبول، مش مقبول اللي عم بيصير. مش اللاعبين يا شباب، مش اللاعبين ابدا. اشكال بالفعل غريب عجيب صار بالثواني الاخيره. اشكال غريب عجيب عم يصير بالثواني الاخيره مع نهايه المباراه. نتمنى هالمشهد ما كنا نشوف. المباراه كانت ماشيه كلها بشكل رائع. كنا بنتمنى ما نشوفه ابدا. اشكال بالفعل بنتمنى ما نشوفه ابدا ابدا ابدا. يعني بعد هالمباراه الكبيره مش حلو ابدا، مش حلو ابدا هيدا الشيء يصير، لانه بالفعل المستوى الرائع جدا ما بيحمل هيك مشاهد بارض الملعب، ما بيحمل ابدا.